نحن على أبواب الشهر العاشر سلمى، وتعودنا بكل سنة بهذا الشهر هو الشهر الوردي. صحيح. للكشف المبكر عن سرطان الثدي، قد اليوم مهم التوعية والكشف الدوري بكل سنة؟ أكيد رشا، ويمكن خلال السنوات الماضية بالذات وحملات التوعية اللي انتشرت بشكل كبير ساهمت بتخفيف طبعا خليني أقول الإصابات، أنه هي تتخطى المرحلة الأولى بسبب الكشف المبكر، لأنه له كتير أهمية. ودائما عم بيكون الشهر يعني من شهر عشرة في حملات موجودة. صحيح. بكل الدوائر الصحة وغيرها وبالشوارع لحتى تساعد السيدات أنه يكتشفوا مبكرا، خصوصا نحن بنقول أنه هو الأكثر يعني مرض صامت مو بس هيك، الأكثر يعني مساعدة، بيساعد لما بتكتشفيه لأنه الكتلة غالبا بتكون خارج الجزم، فممكن أنه يتم استئصال الثدي وينعمل جراحة ترميمية. أكيد سلمى، ودائما نحن من خلال أطباءنا بنقول أنه هذا المرض هو مرض صامت، فهذا الكشف المبكر قد حيوفر اليوم مرحلة علاج، إن كان على المريض وإن كان على حتى الحكيم اللي متابع الحالة. رح نحكي أكثر عن هذا الشهر وعن أهميته، وضيفنا لليوم هو الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي في الجراحة والأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا بحضرتك. يا صباح الفل سيدتي، أهلا. يسعد صباحك دكتور، صباح أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نبلش نحكي عن تشريح الثدي قبل ما ندخل بنوعية الأورام اللي ممكن تكون موجودة وأنواع الكتل. سيدتي، أولا المقدمة اللي ذكرتوها عن الكشف المبكر، يمكن بيتهيأ لي هو بالإضافة لاكتشافات الطبية الكبرى اللي عم بتصير، مثل مثلا ستيم سيلز الخلايا الجذعية، اكتشاف الأجهزة التشخيص بلا بلا بلا، فكرة بقى الكشف المبكر هي بتهيأ لي من أهم الأفكار اللي صارت بتاريخ البشر بآخر 50 سنة. بمعنى مثل ما البشرية اكتشفت البنسلين اللي هو أول أنتيبايوتيك مضاد حيوي عبر التاريخ وغير مجرى حياة البشرية، كما فكرة الكشف المبكر للأسباب اللي ذكرتوها حضرتكم. فلذلك أنا قبل ما أقول تشريح الثدي بدي بس أقول معلومة بسيطة إذا سمحتوا، باعتبار رحنا كشف مبكر عن سرطان الثدي، هي عنوان حلقتنا هلأ. أي كتلة بالثدي سرطانية لتصير قطرة سنتيمتر واحد بدها 5 سنوات، أما لتكون بقى صارت سنتي وبدها تصير 2 سنتي ممكن تحتاج فقط 2 سنين. فلذلك انه عنا 5 سنوات، وهذا يعني هالفارق سنتي وخمس سنوات نتذكرهم، 1.5 سنتي بدها 5 سنوات. اذا عملنا كشف مبكر كل 2 مرات فمعناته نحن عنا فرصة لكشف هذا السرطان بهي المرحلة يلي تؤدي انه نسبة الشفاء تكاد تكون تامة وكأنه لم يوجد. صحيح. فلذلك فكرة الكشف المبكر هي انجاز للبشرية، وبتشكركم كتير كإعلام أنه عم نضوي على هالنقطة. هلأ إذا بدي أرجع لتشريح الثدي ببساطة، تشريح الثدي هو يتألف من فصيصات تفرز الحليب وأقنية تؤدي بالحليب لحلمة الثدي، لأنه هذا كله له علاقة بالأعراض ممكن تشوفها. صح. السيدة أو البنت، والنسيج الضام يعني هو مثل يلي هو بيخلي هالقصص التشريحية اللي حكيتها تكون بمكانها، يعني نسج داعمة. سرطان الثدي ممكن ينشأ على حساب أي مكون من هالمكونات الثلاثة، هذا هو تشريح الثدي. طبعا لما بدي أقول بقى هذا التشريح النسجي، التركيبة النسجية، هلأ لما بدي أقول بقى الثدي اللي التركيب تبعه، لأنه هذا بده يساعدنا كيف نفهم الكشف المبكر بأحد وسائله هلأ بدنا نحكيها طبعا، يلي هو أنه الثدي كتلة تقريبا شبه مدورة، بغض النظر عن اختلاف الشكل بالحمل برا الحمل مع العمر قبل الدورة بعد الدورة بلا 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 بعد الأدوية، أنه كتلة مدورة من قسمها لأربع أقسام، المركز هو حلمة الثدي. طيب نعم. حكيم خلينا نروح هيك لأنواع الكتل. اليوم كتير من الصبايا بيتخوفوا، يعني دائما بتقولوا أنتوا أنه بالملمس ممكن تبين، بالفحص يعني التصوير كمان بتبين. اليوم وقت بنقول كتلة ما بين الخبيثة والسليمة وأنواع الكتل، اليوم كيف عم يكون التفرقة بيناتهم؟ تعالوا نتفق على كلمة سواء أنا وياكم. يلا هلا. اتفقنا. تمام اتفقنا. سيدتي، المطلوب بس من أي أنثى بنت أو ست إنه في حال وجود كتلة عندها بالثدي هي بس تعرف إنه في كتلة.
نخلي الباقي بقى للدكتور تبعه. لا ولحسن الحظ طبعا بدي اقول معلومه يعني غليظه بالبدايه بس بعدين مفرحه، انه سرطان الثدي هو السرطان القاتل الثاني عند النساء بعد سرطان الرئه. تمام. هلا الشيء المفرح اللي بدي اقوله بهي المعلومه انه ما في لحسن الحظ ازدياد بنسب الاصابه بسرطان الثدي، انما في ازدياد بنسب الكشف عن سرطان الثدي. هي نقطة جدا هامة. طبعا هلا وجود كتل، في عنا كتل سليمة ما حكيناها، وهي لحسن الحظ هي الغالبة. داء غدي ليفي، داء كيسي، داء مائي، ممكن ليبومل المائية، بس المائية المقصود فيها كيسية وليس كيسة مائية مثل بتطلع على الكبد أو شيء تبع كيسات القطط أو الكلاب، مشان نوضحها تماما انه المائيه يعني هي كيسيه محتواها مصلي. اوكي. وفي عندنا بقى غدي ليفي، هي كلياتها افات سليمه ممكن تشاهد بكل الاعمار وباعمار صغيره كثير حتى بال20 سنه بنشوفها بهي الشريحه اللي نحن ما بنشوف فيها سرطان الثدي. تمام. يعني بمعنى انه سرطان الثدي هو العمر تبعه من 55 سنه هو طالع، 10% فقط يلي يصيب باعمار الأربعين، 45 سنة. إلا ببعض الحالات هي بدها تمرق معنا هلا، يلي بنسميها الريسك فاكتورز، عوامل الخطورة، وجود قصة مورثية وليس وراثية، أرجو الانتباه، مورثية هلا بوضحها، أو قصة يعني جين تماما، أو قصة فاميلي، فاميلي هيستوري، قصة عائلية هلا بنوضحها. فإذا أغلب الكتل لحسن الحظ هي سليمة، هو المطلوب مثل ما قلت من الأنثى تعرف في كتلة وتروح لعند دكتورة فقط لا غير، وهو بقى بيحط البروسيس التشخيصي المناسب لها وبيحط لها خطة العلاج. وأغلبهم بالمناسبة هي الكتلة بنشوفها كتير بعياداتنا عند الصبايا وجهي خايفة ومرعوبة وعم تبكي وهيك. أوكي. ما قبل التطور حكيم هدول الكتل فيما بعد 99%. لا ورح أقول معلومة خارج السياق معلشي 30 ثانية، إنه غالبا لما بنوصف لهم العلاج الأساسي، لأن خاصة إذا كانت مؤلمة شوي، ممكن نوصف مثلا حب تنظيم الدورة أو حب منع الحمل، بنقول لهم لا تخافوا من هذا العلاج إنه يجي يقلب هالآفات السليمة هي أو الكتل السليمة لآفات خبيثة، بل على العكس بنسبة 60% إذا كان في عنا احتمال واحدة منهم تقلب لخباثة هو بيمنعها تقلب لخباثة أو بأخرها 10-15 سنة. أكيد. فبتكون تم لهيك اكتشافة. أنا كان بدي أسألك دكتور، عادة كتير بمجتمعاتنا بيخافوا من وسائل الكشف المبكر ووسائل العلاج. صورة قديمة نمطية موجودة، لهيك نحن دائما نحاول نرجع نذكر بأهمية الكشف المبكر. مو إذا طلب منك صورة ماموغراف معناته إنه هي الصورة رح تسبب لك سرطان، لا أو إذا في عندك كتلة مقدار الأشعة فيها. تماما. نحن حكينا سابقا بس معلش ممكن نعيد سريعا عن وسائل الكشف اللي هي غير المنزلية اللي صارت معروفة، إنه الصبية كيف ممكن أو الست تحسس بقلب البيت الثدي لحتى يبين إذا عنده شيء أو لا. في عنا وسائل هلأ موجودة وصارت موجودة بالعيادات وعم تقدم مجانا خلال الشهر الوردي. الوردي اللي هي الماموغرام وصور أخرى الإيكو. خلينا نقول لمين تستخدم، شو السن، وهل هي مؤذية أو لا؟ تمام. سيدتي الكشف المبكر رح نمر عليهم بسرعة، مثل ما ذكرتي حضرتك أنه الكشف المنزلي بالشهر مرة بعد الحمام، قبل الدورة بأربع خمسة أيام لا، وبعد الدورة بيومين لا، الفترة الباقية إيه، لأنه بيكون صحيح. ممكن يكون الثدي محتقن صحيح. فبتختلط علي الأمور. نعرف أنه بالإيد اليمنى تفحص الثدي الأيسر وبالإيد اليسرى تفحص الثدي الأيمن. مثل ما ذكرنا قبل شوي تشريح الثدي الحلمي بالمركز، ممكن تأخذه بشكل دوائر حوالين الحلمي، دائرة دائرة، أوسع أوسع، أو أنه أرباع مثل ما قلنا، كل ربع بتجسه لحاله، وبعدين بإيد اليمنى بتمد إيد اليمنى على القبط الأيسر بتتحسسه، وباليد اليسرى على القبط الأيمن. أوكي. هي الفحص الذاتي هذا كل شهر مرة، كل سنة مرة عند الطبيب للشريحة العمرية يلي تحت الأربعين، كل سنة مرة عند الطبيب. تمام. هلأ بده يطلع معنا شرائح تانية اللي بدها تقل فيها هي الفترات. بعد الطبيب وقتها هون ممكن نطلب، مو لأنه إذا كان في عنا آفة سليمة مثل ما ذكرتي سألتيني حضرتك قبل شوي، منقوم بس هي منطلب لها الإيكو والمامو. طيب خلينا نوضح لسؤال حضرتك. الإيكو هو عبارة عن أمواج صو، يعني صو التراساوند، يلي مثل نعملها للرحم نفس الآلية تماما. فإذا هي غير ضارة وغير راضة على الإطلاق الإيكو.
المامو هو صورة أشعة، مقدار الأشعة محسوب، لا بيأذي ولا أبداً ما له أي ضرر، غير أنه التخوف اللي بنسمعه كتير من مريضاتنا أنه يعليها الصورة بتوجع كتير، بدي يشد على الجهاز ويضغط على صدري. منقول لهم 20% يلي ممكن يكون مؤلم بس لأنه عم تشد عم تضغط على الجهاز مشان تطلع الصورة دقيقة، وخاصة أصحاب الأثداء الكبيرة هذا ممكن يكون مؤلم. منقول لهم إذا كل هالقد عندكم خوف وترقب من الألم، خذوا حبتين سايتامول قبل ساعة ساعة ونص ما تجوا تعملوا الصورة فقط لا غير. هذا هو يلي ممكن يكون عائق إنه الست أو البنت تتأخر نروح تعمل صورة الإيكو اللي قلنا غير ألتراساوند، ولا الماموغرافي اللي هو صورة أشعة. غير هيك ما في أي مانع على الإطلاق، إلا درجة الوعي تبعنا تتطور ونصير نلجأ لهذا الإجراء. هلأ إلنا فحص ذاتي، إلنا فحص عند الطبيب كل سنة مرة. نرجع بقى للشريحة العمرية. هلأ مثلا لغاية الأربعين ممكن نقول كل سنتين مرة بتعمل صورة إيكو مامو. أوكي؟ فوق الأربعين ممصير أو 45 ممكن يكون كل سنة مرة. نجي بقى لشرائح أخرى يلي هن هدول هاي ريسك. أوكي؟ يعني وحدة عندها قصة عائلية، أخت أو أم، هي قرابة درجة أولى. هي من إلا كل 6 شهور مرة ممكن تعملها إذا فوق 30 سنة. طيب إذا عندها قصة لقرابة درجة تانية ممكن كل سنة بدل كل سنتين. هلأ يلي كانوا كل سنة بصيروا كل 6 شهور مثل ما حكينا. بأي عمر حكيم؟ على حسب الشريحة، أنا فوق 40 وتحت 40 سنة. يعني هلأ إذا وحدة عندها أختها مصابة بسرطان الثدي من عمر 25 سنة ببلش نعمل لها هاي الصورة. ومنركز على فحصة بدل كل سنة عند الطبيب مرة كل 6 شهور. هي بدل كل شهر مرة بالحمام كل 15 يوم. يعني منصير منقلل المسافات والزيارات للأطباء طبعا مشان نرصدها من أول، لأنه هون في عامل مؤهب يلي هو وجود الفاميلي هيستوري، القصة العائلية. طيب هلأ في عنا شيء تاني سيدتي يلي هو العامل الجين يلي حكيتي لي عنه حضرتك، المورثي يلي هو براك 1 وبراك 2. أكبر مثال عليه أنه هذا الحقيقة هون نسبة إصابتهم تكون عالية حوالي 50%، يلي عندها خلل مورثي براك 1 وبراك 2 اثنين سوا مع بعضهم حوالي 50% ممكن تعرض لإصابة بسرطان الثدي. فلذلك هلأ صار في توجه أنه يستأصلوا الثدي مبكرا بشكل وقائي، مثل ما عملت أنجلينا جولي. وكثير هلأ عم نسمعها عم تنطرح من مريضاتنا أنه دكتور أنا شو بدي أعمل لأعرف إذا أنا ممكن وهيك، يعني وهذا بده دراسة طبعا عن دكتور أخصائي مورثة. طيب هلأ اللي متعرضة لأشعة بأي سبب من الأسباب، هي عندها احتمال إصابة بسرطان الثدي أكثر. نرجع أنه للوسائل المبكرة يلي بنمشي فيها، يلي عندها يعني نمط حياتها نون هيلثي، دخان كتير، ما بتلعب رياضة، بلا بلا بلا، بعد أنواع الأكل، هدول كمان ممكن نحطهم تحت يعني مو هاي ريسك، لأنه لو ريسك بس أنه بدهم تدبير أدق شوي أكثر. هلأ هي الحالات اللي ذكرناها أنه بتستدعي أنه نلجأ للكشف المبكر بدقة، بمعنى كل مريضة إلى خطتها بالكشف المبكر بالمراقبة تبعيتها حسب القصة ومثل ما حكينا والأعراض إذا في أعراض موجودة. طيب حكيم قبل ما هيك ننتقل لمحور تاني، خلينا بس بنفس المحور اليوم. يعني شائع طبيا اليوم إنه هذا المرض إذا كان وراثي عم بيكون من جهة الأب أو العمات أكثر أو لا اليوم؟ لا، الخالات أكثر. في ناس بتحب يعني أمراض إنه من جهتين عم بتكون. أي طبعا. طيب قد إيه اليوم دوركم بهذا الشهر مهم وخاصة الناحية النفسية حكيم؟ جدا. أنا برأيي هو يعني كأنه فهمت من سؤال حضرتك الناحية النفسية يلي بنكتشف عندها شيء عندهم إصابة. أنا برأيي مو بس هام جدا، هام جدا الموضوع. رأيي أنا أنه تأثيرنا نحن وأنتو كأطباء وكجسم إعلامي، تأثيرنا على تشكيل وعي متراكم عموديا وأفقيا بين الناس لحتى نقدر نوصل لأنه كلياتنا نروح نعمل كشف مبكر. يلي خايفة تشجع أختها أو رفيقتها، الدكتور يعطي وقت زيادة 2 دقائق لمريضته بيكون مضغوط بعياته بلا بلا بلا، أنه يوعيها أكثر، يفحصها بدقة أكثر، يعلمها كيف تفحص، يشجعها يعني يعمل هالقفزة هاي بين أنه وحدة عم تبعد تماما بسبب المخاوف أنه ليقوم يطلع معي شيء، ليقوم هالفحص بيوجع، يطل بس هالقفزة متى ما طلع منها الطبيب وأنتوا الإعلاميين
بلشت فيها تلاقيها كرجت لحالها. صحيح. نحن حاولنا دكتور يعني من خلال كمان استعراض نماذج الناجيات أو السيدات المتعافيات اللي قدموا نصائح حقيقية من تجربتهم اللي هي بتكون أقدر عن مرحلة الشفاء ومرحلة صادقة العلاج. صادقة وبعمق شديد ومعاناة خاصة. وممكن كل حدا له قصة. ممكن طبعا. كل حدا له سن مثل ما أنت قلت وقلوا شيء. وبنفس الوقت كمان نحن بدنا نبطل نقول بمجتمعنا هداك المرض. طبعاً. هذا مرض مثله مثل أي مرض وبيتم علاجه ونسبة الشفاء فيه يمكن لسه أكثر من غير أنواع من السرطانات. أحسن من الرشح. لأنه قلنا تمام إنه هو إذا بتشفوا بأوله أحسن من الرشح. يعني السرطان بيتم الشفاء منه. كورونا مثلاً في ناس كتير توفت فيها وما قدرنا نعمل لهم شيء رغم كل الاحتياطات. شفنا بعام واحد بس حصد ملايين الملايين من الأرواح حول العالم. الدور النفسي دوره مهم. صح. نفس الشيء يعني. بالسرطان. صحيح. صحيح. العامل النفسي وأهمية أنه أنا ما خاف إذا أنا عندي طبعا. سرطان ما انتهت الدنيا. كم يوم يعني بقيا لي ما رح أتعالج فيهم بدي أعيش على راحتي. هذا الشيء اللي يمكن كتير سيدات بيخافوا منه أنا رح أخسر جزء من أنوثتي إن كان بتساقط الشعر إذا أنا عملت هذا إذا وصلنا لمرحلة متقدمة. أما بالمراحل الأولى طيب اسمحوا لي أنا طلب منكم تحت الهوى سيدتي شالي انه باخر دقيقتين انه بدكم بدي اقول نصائح من خلال شيء بدي اقوله تسمحوا لي اقوله هلا من خلال تجربه شخصيه عميقه جدا الي انا هو بانسانه تملك من قلبي مكان لمكان الشرايين بقلبي ما بدي رح اقول الاسم حفظا على الخصوصيه انه نحن بيوم وليله مثل هالايام هاي السنه الماضيه بيوم وليله تكتشف وجود يعني كتلة صغيرة بالثدي تاني يوم بخبر بنعمل إيكو والمامو بيطلع suspected mass وبرجع بقول لشخص أو شخصة مكانتها بقلبي كل قلبي فبيطلع تاني يوم إنه suspected mass كتلة مشتبه بها منشوف دكتور جراح بنفس اليوم يوم خميس الجمعة صباحا بتكون العملية استئصال قسمي للثدي مع الكتلة كاملة بدون شيء اسمه FNA هذا يلي هلا بيمرق معنا كأحد أساليب التشخيص يعني إبرة بسحب منها خزعة بدون خزعة وبدون frozen section يعني أنه أثناء العملية بناخد عينة بنبعثها للباتولوجيست التشريح المرضي بخبرنا إذا خبيثة منكمل لا إذا ما أنا خبيثة خلاص ننتهي بالإجراء اللي عملناه أنه تم استئصالها كاملة مع قسم من ربع من الثدي بعد كم يوم تطلع النتيجة أنه كانسر سرطانية الكتلة بتكون حوالي 9 ميلي أقل من سنتي أقل من سنتي الأسبوع اللي بعده بيتم استئصال قسمي للعقد بتطلع الحمد لله سليمة الحقيقة هذا الأسبوع كان أسبوع رعب وأسبوع دمار بس لما طلعت النتائج واكتشفنا من أول تاني يوم العملية أنه هي فقط 9 ميلي حواف نظيفة الحقيقة كان الرأي أنه هون وبغير بلاد بحكم يعني أنه تواصلنا مع زملائنا أطباء أنه الموضوع that's it بالفرنسي بوافينال أنه النقطة انتهى فورجيت انسى الموضوع لا أنا بحاجة لا لكيمو ثيرابي ولا راديو ثيرابي ولا معالجة لا شعاعية ولا كيماوية فقط كمعالجة وقائية هرمون ثيرابي معالجة هرمونية لمدة 5 سنوات حبة كل يوم بالمقارنة برجع للشيء ذكرناه أنا وحضرتكم إنه الكتلة أقل من سنتي نسبة الشفاء فيها تامة تقريبا بدون معالجة لا كيماوية ولا شعاعية ولا أي شيء على الإطلاق وهذا بيتميز فيه سرطان الثدي أرجو اللي عم يسمع شافنا ويخبر يعني هيك إنه أنا اللي حكيته بكل صدق وبكل عمق هو تجربة شخصية جدا 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 مثل هالأيام السنة الماضية وكانت النتيجة طبعا بفضل من ربنا نتيجة أروع من رائعة نشكر الله أكيد. دكتور بس هيك سؤال أخير ليش دائما في إشاعة أو خلينا نقول معلومة طبية ممكن تكون مغلوطة رح نصححها من حضرتك أنه وقت بيكون في كتلة وبيروحوا لموضوع الخزعة بيقولوا أنه هاي الخزعة ممكن تعمل إذا كان سرطانية انتشار للمرض هل طبيا صح الحقيقة باليد الخبيرة لا ما في انتشار المرض يعني في نسبة اليوم نسبة أنه ينتشر إذا يد مو خبيرة يد الطبيب مانا خبيرة أما بالتجهيزات الموجودة تجهيزات جدا بسيطة هي تروكات يعني بتاخدي عضة من الكتلة وبتسكري عليها وبتطلعي فما بصير في انتشار على الإطلاق
يعني إجراء جدا بسيط ما بيخوف، فهذا الموضوع لا يخافوا منه. ويلي بتخاف منه لا معناته خليها تعمل استئصال للكتلة كاملة وانتهى الموضوع، أو استئصال قسمي لربع الثدي إذا كان في شك بنسبة معقولة إنه هي كتلة خبيثة، فمنستأصل وقت الكتلة كاملة مع ربع الثدي. هون قدامنا خيار إنه نأخذ فروزن سكشن، إنه نأخذ هالكتلة هي فورا بنبعثها للتشريح المرضي خلال ثلث ساعة، والمريض على طاولة العمليات بخبرنا بشكل مبدئي في شيء خبيث منكمل بشكل أوسع، ما في شيء خبيث منسكر ونطلع. شكرا دكتور، اليوم لقاءاتنا حتكرر كون نحن بالشهر الوردي، وبالصحة والسلامة للجميع. شكرا دكتور أكرم لحضورك. شكرا سيدتي. شكرا لك دكتور.